السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم التعليمية الأوائل داجي مع حصة جديدة من حصص اللغة العربية للسنة الأولى متوسط. المقطع الثاني حب الوطن، نص فهم المنطوق، حالة ذات ليلة، صفحة 44. نبدأ مع قراءة النص. حدث ذات ليلة، دفعوا الباب بركلات عنيفة، فاندفع خطام ليتضم بالجدار العالي، ودخلوا الباحة ينشرون الضجيج والصخب والخوف. اندفعوا نحو غرفته وصوبوا بنادقهم ومصابيحهم اليدوية باتجاهه، فبدأ أشعة الشعر حافي القدمين وهو يزر معطفه المتهدل بطريقة خاطئة. أغمض عينيه، طعنها الضوء الساطع وأشاح بوجهه، تململ في مكانه وقد تسمرت رجلاه فلم يبت حراكا إذ رآهم عسكرية. إذ نفعت أمه مذعورة تسد طريقهم إليه وقد خنق القهر قلبها، ماذا تريدون منه؟ رطن العسكري الذي اعترضها بكلمات لم تفهمها، أمسكت بابنها من ذراعه مشبتة به، فدفعها أحدهم بعنف ملقيا بها على الأرض، ثم داسها الآخر بحذائه الثقيل، قيدوه ودفعوه أمامهم بقوة ورموه داخل السيارة متوقفة عند الباب. أرادوا أداروا المحرك وغاصوا في ظلام دامس، تمزق كبده أضواء سيارة سريعة، رفع رأسه إلى السماء فتعلقت عيناه بنجمة منزلعة في الأديم اللامت ناهي، والدلو يحتضن خيوطها الراشحة بالتوجه في غمرة هذه اللحظة الموحشة. اتجهت السيارة نحو الشاطئ وتوغلت في الرمال لتتوقف بمحاذاة الصخور المسنة. أنزل الجسد الضئيل من السيارة، فك قيده، مزقت سكون الليل عيارات نارية اخترقت ظهره، زحزحوا الجثة وقذفوا بها وجه البحر. زحفت الأسماك نحو الشاطئ تتحسس الجسد المتقوت الذي اكتحلت عيناه بأشعة نجمة كبيرة قبل الذي اكتحلت عيناه بأشعة نجمة كبرة بعد أن تغوص في الماء. أما البحر فتخلى عن لونه فجأة ولبس ثوبا أحمر قاتما تلك الليلة. أفهم النص. من هم الذين دفعوا الباب بركلات عنيفة؟ عساكر المستعمر هم الذين دفعوا الباب. عما يبحثون في هذه الليلة؟ يبحثون عن الفدائي. كيف وجد العساكر الشخص الذي يبحثون عنه؟ قدم بعض صفاته. وجدوه في غرفته أشعة الشعر حافي القدمين. كيف كان موقف الأم وابنها في هذا المأزق؟ اندفعت الأم مذعورة تسد طريقهم، أما الابن فتململ في مكانه وقد تسمرت قدماه ولم يتحرك. كيف عامل العسكر الأم أمام ابنها؟ دفع أحدهم الأم بعنف ملقيا بها على الأرض، ثم داسها الآخر بحذائها الثقيل. كيف كانت نهاية الشخص المختطف؟ وأين؟ قد قتل بالرصاص على الشاطئ. ماذا تفهم من قول الكاتب أما البحر فتخلى عن لونه فجأة ولبس ثوبا أحمر قاتما تلك الليلة؟ أفهم أن لون الماء تغير إلى الحمرة بسبب دماء القتيل. أفهم كلمة ركلات، جمع ركلة، ضربه رجل بركلة واحدة. الباحة، الساحة، وعرصة الدار،
أشعة الشعر مغبر متلبد. تململ تقلب على فراشه مريضا مذعورا خائفا رطم تكلم بالأعجمية. توغلت دخلت في الأعماء بمحاذاة مقابل. أشرح كلماتي الأديم الوجه والظاهر التوهج الإشعال والتوقف قاتما شديد السواد. الفكرة العامة وحشية المستعمر الفرنسي وبسالت المجاهدين والشهداء في سبيل الله. الأفكار الأساسية الفكرة الأولى دخول العساكر بيت الفداء ووصف الكاتب له. الفكرة الثانية خوف الأم على ابنها والمعاملة الوحشية التي تلقتها. الفكرة الثالثة أخذ العساكر الفدائي في سيارة وشجاعته. الفكرة الرابعة استشهاد الفدائي. المغزى العام خير للمرء أن يموت في سبيل الله على أن يموت خائنا. وهكذا أعزائي تلاميذكم قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. وأخيرا لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.